أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين. العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة في ظل التصريحات التي تتحدث عن أن البداية كانت من خلال العملية الأخيرة في محافظة الأنبار. الحكومة العراقية تناور بشكل مستمر من خلال الوصول إلى فرصة حوار يمكن الحكومة وباقي الأطراف السياسية من الوصول إلى نقطة البداية التي تتمثل في مغادرة القوات الأجنبية، على اعتبار أن كل الأطراف السياسية أصبحت تتحدث بالطريقة التالية، أن مغادرة القوات الأجنبية باتت ضرورة ملحة، وبالتالي من الضروري جدا أن يكون العمل مستمر، سواء كان من خلال الدعم الذي توفره القوى السياسية للحكومة أو من خلال البرلمان الذي يمتلك قرارا سابقا في ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن إمكانية أن تتمكن حكومة السيد السوداني من معالجة هذا الملف بشكل سريع دون الانتظار كثيرا، وهل هي قادرة على الوصول إلى نقطة نهاية في هذا الملف، وكيف يمكن للسيد السوداني من معالجة هذا الملف الشائك والمعقد بالتزامن مع حالة التوتر الحاصلة في المنطقة، الاعتبارات منها ما يحصل في فلسطين وأيضا ما يحصل في باقي دول الجوار. وبالتالي من هنا نسأل، هل واشنطن تتنازل بهذا الشكل السريع عن العراق وتغادر وفقا لرغبة الحكومة العراقية والأطراف السياسية، وحتى وفقا للقناعة المجتمعية المتوفرة في ضرورة أن ينتهي الوجود الأجنبي المتمثل بالتحالف الدولي في العراق؟ وماذا لو حصل الانسحاب دون أن تكون هناك رغبة أمريكية وتداعيات هذا الأمر من الناحية الاقتصادية؟ وكيف سيكون السيد السوداني قادر إذا ما استمرت الحكومة في ظل التداعيات والتطورات الأخيرة، كيف سيكون قادر على معالجة مرحلة ما بعد مغادرة القوات الأجنبية، لأنها هي إلى الآن غير قادرة وعاجزة عن معالجة ملف سعر صرف الدولار، وبالتالي كيف سيكون المشهد إذا ما غادرت دون رغبة أمريكية الأراضي العراقية أمنيا؟ أيضا ما الضمانات التي توفرها الجهات المعنية في دائرة القرار الأمني من أن تلك المشاهد التي حصلت في عملية الانسحاب السابقة لا يمكن لها أن تتكرر؟ أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، رئيس مركز الكلمة الأستاذ مهدي خزعل، أرحب بجنابك. حياك الله عزيزي أستاذ علي. وأيضا الخبير الأمني الأستاذ سيف رعد، أرحب بحضرتك كل الترحيب. أهلا وسهلا سيف، حياك الله. وأيضا الخبير الاقتصادي والسياسي الأستاذ نبيل جبار العلي، أرحب بجنابك كل الترحيب. أستاذ نبيل، وأبدأ من عندك أستاذ مهدي، كيف يمكن لنا أن نفسر المشهد التالي؟ لدينا حكومة لها كل الدعم من القوى السياسية في إنهاء الوجود الأمريكي، وفي المقابل لدينا الولايات المتحدة الأمريكية تصرح وتلمح بشكل مستمر أنها لا ترغب أو لا نية في مغادرة الأراضي العراقية في هذا التوقيت. كيف يمكن للحكومة وللأطراف السياسية أن توفق في هذا الملف مع هذا التصعيد المستمر؟ تحية طيبة لك عزيزي علي، لضيفيك الكريمين، للسادة المشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أولا بالغ التعازي وعظيم المواساة للمسلمين عامة في أقطاب الأرض بالذكرى الأليمة لشهادة سيدنا مولانا موسى بن جعفر عليه السلام، داعين الله أن يجملنا بشفاعته ويجعله شفيعا لنا يوم القيامة. نتحدث عن مشهد فيه من اللبس والتعقيد الكثير، وهذا اللبس والتعقيد ينقسم على قسمين. أولا هو جزء من عنده يختص في الشأن العراقي، والقسم الآخر يختص في الشأن الأمريكي في واشنطن. الفواعل السياسية العراقية الحالية الموجودة المؤلفة والمشكلة لهذه الحكومة والتي تقف خلفها، سواء على قسمين في الإطار التنسيقي أو ما يسمى ائتلاف إدارة الدولة، لم تتخذ قرارا حاكما حتى هذه اللحظة في ما يتعلق بالمباحثات مع إخراج قوات التحالف الدولي. وبالتالي أعتقد أن القوى السياسية السنية والقوى السياسية الكردية ليس لديها قبول تام ومطلق زين في قضية مغادرة التحالف الدولي للأراضي العراقية. ليش ما أعطى هذا القبول المطلق؟ يعني هذا يتعلق بمخاوف سياسية، هم يعتقدون أن وجود التحالف الدولي، وهذا هو الواقعي، هذا الرأي، يعني مخاوفهم هي مخاوف واقعية. وجود التحالف الدولي في العراق، يعني وتعرف جنابك، ليعرف المشاهد الكريم، أنه لا يختصر فقط على القوات الأمريكية، فالتحالف الدولي مؤلف من 38 دولة زين جاءت لمكافحة الإرهاب موجودة في العراق.
يحتقدون هؤلاء الرافضين لمغادرة التحالف الدولي أو الممانعين على أن وجود التحالف الدولي ومهامه لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، وهذا واقعي. الآن الإرهاب يعني شبه محل، عندنا قوات مبنية عراقية، عندنا قوات قتالية مبنية بأعالي المستوى. يعتقدون أن وجود التحالف الدولي في العراق هو شيء من خريطة المنطقة ويعطي ضمانات سياسية للكثير من الأطراف إن كانت سنية أو كردية، فذلك هم يبدون رغبتهم في هذا الجانب. في الجانب الشيعي، إذا تحدثنا على المستوى الشيعي، هناك أطراف سياسية شيعية ما أقول هي تعارض قرار إخراج قوات التحالف الدولي، لكنها لم تبدأ دي موقفا واقعيا يعني أكيدا إزاء هذا الموضوع، لذلك يتعثرون وينقطعون في تقديم إجاباتهم ورأيهم. شنو السبب اللي يخليهم ما تبدي هذا الموقف الواضح؟ يعني خشية من الانسحاب، لو خشية من الأطراف المتمسكة بفكرة الانسحاب. هم يعني إحنا إذا نحكي عن طرفين أو ثلاثة أطراف، الأطراف الشيعية لديها تحفظ، يعني لديها عدم جواب في موضوع إخراج قوات التحالف. هذه لديها مخاوف، عندها علاقات دبلوماسية، عندها تفكير ممكن تفكر خارج المجتمعين معها في الإطار التنسيقي، لذلك هم لم يبدوا موقفا كاملا في هذا الموضوع. وأنا حتى يوم أمس قلت رئيس الوزراء عندما يصل لهذه النقطة الجوهرية التي ما ندري شو وقت راح نوصل لها، هل ممكن أن يترجم هذا الحوار والمباحثات على أرض الواقع لخروج قوات التحالف الدولي؟ أعتقد رئيس الوزراء راح يقول هذه الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية التي تبنت خروج قوات التحالف الدولي على الليش؟ لأنه إذا حدث ما حدث ربما حتى يتنصلون عن موقفهم إزاء رئيس الوزراء. هذا فيما يتعلق في الشأن العراقي. في واشنطن وعند الأمريكان، أعتقد الإدارة الحالية، إدارة بايدن، تمر بارتدادات كبيرة، زين؟ وهذه الارتدادات يعني جعلت بايدن في تخبط وفي حيرة وفي مشاكل، وهذه فيها ترتبط بالعملية الانتخابية اللي تريد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن يمر بمعركة مع الجمهوريين. فرضا إذا استطلعنا تصريحات النواب الجمهوريين بعد تنفيذ الضربات في الأيام المنصرمة على المربع الحدودي العراقي السوري، الجمهوريين يدعون بايدن، يوصفون رد بايدن في الرد الخجول، ويدعون لبايدن أن يقصف إيران. زين، يقولون أنت لا تستطيع أن تقصف إيران فأنت تقصف العراق. وبالتالي هو يرتكب خطأ استراتيجي عندما ينتهك السيادة العراقية ويتهمون على أنه إحنا نقصف أفراد ومقار إيرانية، وهذا غير صحيح. الذين استهدفوا، عزيزي علي لأكمل الفكرة لو سمحت، الذين استهدفوا أفراد عراقيين ينتمون ومنضوين تحت قرار القائد العام للقوات المسلحة. فبالمحصلة بالمجمل إحنا لا أعتقد أننا سنشهد محاورات جدية في موضوعة إخراج قوات التحالف الدولي إلى شهر 11، زين، حتى أن يتم الموضوع الانتخابات. وإذا ما رجعوا إلينا الجمهوريين فأعتقد أن ملف إخراج قوات التحالف الدولي من العراق سيغلق نهائيا، يعني خصوصا إذا رجعنا تراب مرة أخرى. أعتقد هذا الموضوع ما راح يصير فيه تمام أستاذ مذيادي، راح أناقشه في حال عاد الجمهوريين إلى منصة الحكم مرة أخرى في الولايات المتحدة وتأثير ذلك على الداخل العراقي بالنظر للتجربة مع دونالد ترامب. أرحب بجنابك أستاذ سيف، وكيف يمكن أن تنجح حكومة السيد السوداني في ظل هذه المعادلة اللي يتحدث بها الأستاذ مهدي قبل أن تحدث مع حضرتك في التفاصيل الأمنية؟ كيف يمكن لها أن تنجح وتم انقسام كبير بين القوى السياسية، شيعيا هناك انقسام داخلي، سنيا هناك انقسام داخلي، وكرديا ربما الموقف هو الأكثر وضوحا في قصة الوجود الأجنبي؟ كيف يمكن لحكومة أن تحقق النجاح في هذا الملف في مقابل هذا الانقسام السياسي والمكونات؟ تحية طيبة أستاذ علي، وشكرا للاستضافة، وتحية طيبة لضيوفك الكرام ولقناة سامراء الفضائية. طبعا لا شك أكبر تحدي حاليا تمر به الحكومة العراقية والسيد السوداني، يعني التدخلات والانتهاكات الخارجية مستمرة، وأيضا عدم وجود قدرة داخلية لتحييد الصراع العراق، لتحييده من الصراع الدائر في المنطقة، دائما يثبت فشله من قبل الحكومة ومن الأطراف السياسية الداعمة للحكومة، وهذا أحرج السوداني كثيرا، وهذا ما أدى أيضا إلى تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية من الهجمات واختيارها وتنفيذها، وأدينا إلى
يعني إلى سقوط شهداء من هيئة الحشد الشعبي خلال اليومين الماضية. هذا الأمر أدى إلى تصعيد أكثر وبيانات وتنديد أكثر، لكن لو رجعنا عكسنا هذه البيانات والتصريحات بخروج الأمريكان وغيرها نفسها التي تم تصريح من نفس الزعامات اللي صرحت في وقتها باستهداف حادثة المطار، نفسها هي الآن تصرح بنفس الأسلوب ونفس الأمر. لكن هل تم في ذلك الوقت إخراج القوات الأمريكية رغم وجود قرار نيابي؟ طبعا لا. الآن ما يحدث نفس المعادلة تعاد ونفس التصريحات تعاد، لكن هل تستطيع إدارة السيد السوداني والموجودين في مجلس النواب أن يتخذوا قرار بإخراج القوات الأمريكية؟ أنا أعتقد هذا يحتاج إلى شقين. الشق الأول هو وجود التحالف الدولي بوثيقة واتفاق دولي وموافقة مجلس الأمن، وجود هذه القوات الأجنبية هنا. ثانيا ما يحدث من ضربات أمريكية تحت غطاء اتفاق الإطار الاستراتيجي وأيضا اتفاق الدولي وأيضا ما سرب السيد العبادي بوثيقة المعروفة في كتابه نصر المستحيل، هذه الوثيقة التي أثبتت بأن في وقتها حكومة السيد المالكي أعطت التغطية الدبلوماسية لكافة الجنود الأمريكان. فهنا أمام معضلة ثانية، من يستهدف القواعد الأمريكية معناها ده يستهدف بعثة دبلوماسية حسب القانون الدولي، وهذه لها ارتدادات كثيرة على الشأن العراقي. جيد، هو الآن أستاذ سيف نمتلك بيئة سياسية ومنظومة أمنية مهيئة لتنفيذ الانسحاب، يعني رغم وجود الإمكانيات الأمنية لكن لدينا ضعف في منظومة الدفاع الجوي وأيضا سلاح الجو، وهذه هي احنا نقول عماد السيادة، الحفاظ على سماء البلد من الاختراق. وكلنا نشوف الانتهاكات اللي قاعد تحدث إن كانت من القوات الأمريكية وأيضا من الإيرانيين بالصواريخ بخرق المجال الجوي. هذه لو كانت عندنا منظومات دفاع جوي أو رادارات ممكن أن تكيف هذه الحالة وتميزها، احنا لحد الآن ترى ما عندنا إمكانية، إذا اخترقت الطيارة ما عندنا إمكانية نحكي ويا الطيارة، يا بتخترقت الأجواء. فأنت شلون تريد تدافع عن سماء بلدك وأنت سماء بلدك؟ ما يقول لك الذي يعطل هو الجانب الأمريكي، الذي يؤخر التسليح والتجهيز هو الجانب الأمريكي. هذا احنا ما ممكن أنه نقيسه فقط على الجانب الأمريكي، كانت حكومات لمدة 20 سنة وكان هناك مجلس نواب، لكن أنا أعتقد القرار السياسي وبعض الكتل هي من أرادت أن تضعف عمداً الجيش العراقي. كتل لديها علاقات وارتباطات دولية أرادت أن تضعف من قدرات الجيش العراقي، هي المسؤولة على عدم تسليح الجيش وهي المسؤولة على عدم رفع قدرات القتالية. لهذا موجودين إحنا عندنا يعني قوة قتالية، قوات خاصة، مشات، دروع مدفعية، لكن السلاح الجو والدفاع الجوي لا زال في ضعف كبير، وهذا يعني يؤدي إلى وجود الخرق. في أي لحظة ممكن يتم استهداف العراق لأن ما عندنا الإمكانيات الدفاعية، احنا أيضا ما عندنا إمكانيات التصوير الجوي والاستطلاع الفضائي، ولهذا هذه إمكانيات حاليا دا نستعين بمن؟ دا نستعين بالقيادة العمليات المشتركة، يعني هم بالتحالف الدولي هم اللي دا يطونا يعني الغطاء الجوي والصور الفضائية من الأقمار الصناعي. جيد أستاذ سيف، تمام، خلينا أناقش البيئة الاقتصادية مع حضرتك قبل أن نتحدث وياك سياسيا. أستاذ نبيل، أريد أسألك يعني طالما تحدثت مع الأستاذ مهدي عن المنظومة السياسية والمنظومة الأمنية مع الأستاذ سيف، خلينا نتحدث عن منظومتنا الاقتصادية الآن. هل هي مهيئة؟ هل هي جاهزة لهذه الفكرة التي تتمثل في أن تغادر القوات الأجنبية الأراضي العراقية؟ ونحن دائما ما نتحدث عن أن القرار الاقتصادي هو بيد الجانب الأمريكي وقيادات مهمة في الإطار التنسيقي التي تركز الآن على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي، هي دائما ما تتحدث بالطريقة التالية أن هناك هيمنة اقتصادية من الجانب الأمريكي، وبالتالي هل منظومتنا الاقتصادية مهيئة لمغادرة أمريكية دون الرغبة، بمعنى أن واشنطن تجبر على المغادرة؟ نعم طبعا، بالبداية تحية لكم ولضيوفك الكرام. حياكم.
بكل تأكيد يعني بشكل قاطع تقريبا قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل بما يرغبه بعض الأطراف السياسية، بمعنى طرد الولايات المتحدة الأمريكية ووجودها من العراق، أيضا يرتبط بقطع الروابط الاقتصادية المالية، المساعدة المالية، لأنه مو بس مساعدة عندنا عسكرية، أكو فد غطاء حماية للمال العراقي، مساعدة مع مؤسسات أو تعامل وتعاون مع مؤسسات أمريكية وهي المؤسسات الحاكمة اقتصاديا وماليا حول العالم، يعني مو بس مختصر الموضوع على طبيعة العلاقات الثنائية. هذه كلها قد يضعف الموقف العراقي. طبعا هي مو احنا مو رايحين باتجاهنا وقوي علاقاتكم مع الولايات المتحدة حتى يعني حتى ليكون الكلام مفهوم بهذه الطريقة، لكن انت من تقطع ممكن أن تمارس الولايات المتحدة أما بقطع التعاون أو أن تسيس بعض القرارات، الولايات المتحدة تسيس بعض القرارات فيما يخص العقوبات، فيما يخص طريقة التعامل. ما هي موجودة الآن تمارس سلوك العقوبات؟ ما ممكن يعني تطلع نطلع إلى شكل يعني عقوبات أكثر، وممكن يعني إلى مسارات أكثر تعقيدا. وكشفت السنة الماضية كشفت إنه هشاشة الهيكل المالي الإداري المالي للدولة العراقية، من اجت يابا تعال طبقوا المعايير فيما يخص التحويلات المالية، شفتوا اللي صار، فوضى بالأسواق، عندنا سعر صرف موازي وعندنا سعر صرف حكومي، وهذه الفوضى اللي حثت هي نتيجة فقط تطبيق بعض المعايير الدولية فيما يخص على المصارف وفيما يخص قضية الحوالات المالية فقط. يعني انكشفت عندنا هشاشة. وأيضا من الناحية السياسية أنه الوضع اللي مر به العراق خلال هذه السنة الماضية استشعر الأمريكان وغيرهم ممكن يكون هشاشة الوضع المالي وهشاشة الإدارة المالية، وممكن تكون هي نقطة ضعف راح تستخدم بشكل قادم فيما يخص تعامل الولايات المتحدة مع العراق. إذا أريد أرجع لك مثل لتصريحات لتصريح مثلا براين نيلسون اللي هو وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، يعني تحدث قبل أسبوع تقريبا، يقول يجب أن يضع العراق صوب عيونه دوما مخاطر العقوبات. وفي زيارة تحذير واضح وصريح في الأسبوع الماضي كشفت رويترز عن مسؤول بالخزانة، هو ما كشفه عن اسمه، نتوقع هو نفسه. تتحدث رويترز عن يعني يجب على العراق أو على لسان هذا المسؤول أن يتم ويحدد ويعرقل تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران اللي مستغلة الوضع المالي والتجاري داخل البلد. بمعنى أنه اليوم هسه هي بعد ما مطالبة يعني من عندك أنه تمويل الإرهاب المصنف على القوائم الإرهابية. الوضع الاقتصادي هو العقبة الأكبر أمامنا بعد. قد يكون اليوم استخدام في يعني في وقت لاحق إذا ما تأزمت طبيعة العلاقات. إحنا نحاول نوضع تقييم حقيقي للوضع السياسي والمالي والأمني للبلد في بعد ما بعد طرد الولايات المتحدة الأمريكية من العراق. أو قطع العلاقات معها أو محاولة يعني تقييم. هل منظومتنا السياسية مدركة وبالتالي تناقش الجانب الاقتصادي والجانب الأمني عندما تفكر في قضية إنهاء الوجود الأجنبي؟ يعني بصراحة ممكن نسمع هذه الأحاديث من بعض الأطراف الحكومية وعلى رأس الحكومة ورسل، لكن الأطراف السياسية عادة ما نسمع هذه التصريحات في من 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 قبل مثلا أعضاء البرلمان أو حتى من أحزاب سياسية، ما نسمع عن هذه المخاوف، ما نسمع أنه شنو تقديراتهم وتقييماتهم، لا على مستوى مثلا الغرف والاجتماعات ولا على مستوى الخطابات والبيانات، هذه دائما احنا يعني ما نسمعها. بس لكن الحكومة قد تكون مدركة لبعض هذه القضايا وهي في حرج كبير في طريقة التعامل. وين الحرج عند الحكومة؟ الحرج في التعامل يعني القوى السياسية. احنا دائما نشوف خاصة اعضاء البرلمان عادة انهم ياخذهم الحماس في التعامل مع القضايا، يعني مثل نسمع احنا بعض القضايا انه بيع النفط بغير عملات. يعني هو وين اكو نفط ينباع بغير عملات؟ هو ربط البترودولار، هاي قضية البترودولار معروفة عالميا، هو ربط سلعة النفط بالدولار. وين اكو دولة قدرت تبيع هذا؟ حتى رغم محاولات دول لأهميتها ولها ما نجحت. اي يعني حتى السعودية مع الصين وغيرها حاولت مثلا لتسعير النفط، وكذلك حتى روسيا في ظل خضامها وانقسام العالمي فيما يخص قضية التعامل ما قدرت تخرج من هذه القضية بكل سهولة. جيد استاذ ماذي، اذا نحن امام خلل امني
تحدث عنه الأستاذ سيف، ولدينا خلل ومشكلة كبيرة في الجانب الاقتصادي. أنا إذا تذكر حضرتك التصريح للسيد السوداني في بداية تشكيل الحكومة عندما تحدث في مقابلة تلفزيونية مع قناة ألمانية، ذكر في وقتها نحن نخطط لعلاقة جديدة ونخطط لبقاء مستشارين من الجانب الأجنبي والأمريكي في الأراضي العراقية، وبالتالي لم يكن يفكر الرجل قبل عملية طوفان الأقصى بفكرة انسحاب شامل وكاملة. هل يمكن أن نقول أن فكرة انهاء الوجود الأجنبي هي فكرة فرضتها الظروف، وبالتالي الفاعل السياسي العراقي يتعامل مع الأحداث دون أن يقرأ، دون أن يتعمق، دون أن يؤسس لدراسة واقعية يتمكن من خلالها قراءة المستقبل، وبالتالي الآن إذا ما حصل الانسحاب بهذه الطريقة أو المغادرة فنحن أمام مشكلة أمنية كبيرة وأمام أزمة اقتصادية خطيرة. يعني عزيزي علي، يعني أول استقطعت عبارات من حديث الأستاذ نبيل، قطع العلاقات، طرد الأمريكان، يعني أنا أعتقد هو الأمر مو بهذه الصورة. إحنا سنطلب من القوات المسلحة الموجودة الأمريكية ضمن التحالف الدولي مغادرة العراق، ولا البحث الدبلوماسية باقية مثلا، العلاقات التجارية باقية. يعني عندما يستمع لعله المشاهد يتصور، ممكن ينصرف ذهنه دي موارد أخرى عندما نحكي عن طرد الأمريكان، وكأنه سنخلي السفارة وسنجعل منها متحف مثلا أو إلى آخره. لا، يعني إحنا نحكي عن مغادرة عديد قوات عسكرية موجودة ضمن مهام استشارية. علي، أكو مشكلة عند صاحب الرأي العراقي السياسي، زين، وهي مشكلة التفكير في موضوعة القرار يكون مبني عنده على أساس ردة الفعل، مو على أساس رؤية استراتيجية مبنية لواقع هذا البلد. أنت منذ النظام الحديث الحالي بعد 2003 وسقوط ذاك النظام، حاليا عندما تجي لكل طرف سياسي الآن موجود قل له بعد سنة، يعني 5 سنوات، شنو تفكر؟ شنو حال العراق ممكن يكون؟ يقول لك أنا ما عندي رؤية استراتيجية للعراق بعد سنة، كيف سيكون شكل العراق؟ مو عندي رؤية استراتيجية للعراق بعد 5 سنوات. وهذا مؤسف حقيقة، يعني وهذه عقلية المتواجدين، فهم يتعاملون مع القضايا كردة فعل. هم حتى الآن في موضوع إخراج قوات التحالف، زين، هم ما يعني حتى المؤيدين والرافضين إلى ما عندهم تصور استراتيجي كامل عن مستقبل العلاقات الدبلوماسية ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أنا أشوف المشكلة الوحيدة اللي هي ممكن تهددنا، أنا أشوف التبعات المالية، هذا أخطر موضوع ممكن ستتعامل به أمريكا معانا. ملف العقوبات على المصارف والشخصيات أعتقد سيكون ملفاً هي في تصاعد الآن العقوبات، يعني وهذا الدبلوماسية العراقية للأسف هي خجولة إزاء مثل هكذا قضايا. يعني شنو اللي ممكن تسوي؟ يعني أقول لك، يعني مثلاً الأمريكان اتهموا شركة في نقل أسلحة ومعدات وصواريخ، زين، ووضعوها على شركة طيران، ووضعوها على لائحة عقوبات. إحنا خب نيجي نسلم، غير أمن الأمريكان يقدمون دليل على أنه هذه الشركة فعلا كانت تستخدم لتهريب الصواريخ، أين الدليل على هذا الموضوع؟ أما أنا لو مثلا يقول عندي أمريكا أكون أصدق وأخذ رأس مال في موضوع التعامل هذه المصارف، ألا يفترض على الخزانة والولايات المتحدة عندما تتهم مصارف وشخصيات حسب وصفهم بتمويل الإيرانيين أو عملي جهات أو فصائل غير يضعون أدلة بناء على هذه الأشياء التي وضعوها، يعني على أدلتهم اللي خلوهم يجعلون هذه الشخصيات على لائحة العقوبات؟ ماكو إلى الآن أي دليل. لذلك الحكومة أعتقد حققت في موضوع فلاي بغداد، أوقفتها عن الخدمة وثم رجعتها مرة أخرى بناء على قناعات هذا التحقيق. أنا أقول إحنا مع الأمريكان يجب أن نتعامل بمزيد من الشفافية، بمزيد من الوضوح على مستوانا إحنا سياسيا، وهم كذلك يجب أن يتعاملون معنا. والآن الوضع الحالي في واشنطن ممكن أن تستفاد من عند الحكومة العراقية بصورة كبيرة. الوضع مهيئ وممكن للعراقيين أن إحنا عندنا خطة لمراقبة الموقف الأمريكي من الداخل، وبالتالي إمكانية أن يعود الجمهوري إلى موقع الحكومة وطريقة التعاطي ستكون مختلفة. عندنا قراءة لهذا الأمر؟ بالله ما عندهم. الآن اسألهم، قلهم إذا رجعوا الجمهوريين شلون ممكن تتعاملون؟ شنو آليتكم؟ شنو استراتيجيتكم؟ والله ما يعرفون.
ولا عندهم ادنى ملامح ولا ادنى. وهذه المصيبه يعني احنا سنحكي وتعبانين ومحروق قلوبنا ونقول يا اخوان هاي المشكله استاذ نبيل ينظر اقتصاديا ويسولف ويعطي مخرجات زين احنا نحكي سياسه وين الواقع يعني منو راح يسمع ماكو فما عنده استراتيجيه وانا قلت لك هو على مدى سنه ما يفكر ما عنده استراتيجيه وهذا رده الفعل ان تتعامل مع القضايا بناء على رده الفعل فشيء محزن ومؤسف ومخزي ان يدار بلد بهذه الطريقه الان واشنطن الديمقراطيين عندهم مشكله استفادوا من عندها وظفوا سياسيا صناعه الازمه وادارتها تصنع ازمه وتستفاد من عندها الان اكو مشكله في واشنطن هذه مشكله التنافس والتلاحم الانتخابي انتم استفادوا من عندها واخذوا مكتسبات كحكومه عراقيه وصلنا لهذه المرحله لا ما وصلنا ليش لان انا اقول لك يعني احنا على مستوى الدبلوماسيه العراقيه انا البارحه حكيتها واليوم هم كذلك راح احكيها اقول على مستوى الدبلوماسيه العراقيه هناك اطراف متواطئه واريد احكي بهذه الطريقه عندها امتدادات وعلاقات تعمل بما لا يصف في المصلحه العراقيه وهي اطراف تعمل في الدبلوماسيه وفي السلك الدبلوماسي وتعمل في 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 جو العلاقات الخارجيه هي عندها علاقات مشبوهه وعندها صداقات مشبوهه ها في السلك الدبلوماسي في السلك الدبلوماسي وفي الشؤون الخارجيه زين في العلاقات الخارجيه عندها علاقات مشبوهه واعتقد والله اكو اطراف سياسيه زين في هذا حتى تحاول ان تخرب على رئيس الوزراء بعض المواضيع وبعض الاتفاقات اللي يريد يسويها هذه نقاط وانا اتكلم متيقنا واعرف زين مراكز دراسات اصدقاء في واشنطن زين يسولفون هذا فلان شنو هذا فلان كذب هذا فلان هيك ترى دا يسوي بواشنطن هيك دا يحكي بواشنطن هذا شلون هيك قريب من الحكومه هذا شلون هيك بالدبلوماسيه العراقيه زين يعني يشتغل بخلاف الرؤيه والتوجه ويحاول ان يؤلب مراكز دراسات ومراكز راي في واشنطن على الحكومه العراقيه بناء على مصالح سياسيه هذه راح ارجع لك بها اريد اناقشك بها بشكل تفصيلي اكثر استاذ سيف يعني لدينا التجربه الديمقراطيه هي تجربه دائما ما تعتمد على العامل الاقتصادي وتحدث عن الحزب الديمقراطي هو دائما يعاقب يتحرك بشكل اقتصادي الجمهوري هو يفكر بطريقه عسكريه دائما وظروفه وطريقه تعامله تكون مختلفه نحن الان امام تجربه بايدن تجربه الديمقراطيين مع ذلك عمليات القصف مستمره وهي كانت حاضرة منذ فترة ليست بالقليلة وهناك تلميح في أن ما حصل في الأنبار مثلا هو مجرد بداية لعمليات الرد الأمريكي وبالتالي كيف يمكن لنا أن نتوقع شكل السيناريو إذا ما عاد الجمهوري إلى منصة الحكم في واشنطن يعني دائما الجمهوريين يصلوا إلى حافة الحرب يعني الديمقراطيين يخططون ويهيئون وأنا دائما أقولها لكن الآن الديمقراطي يقصف هذا من أثر الضغط نواب الكونغرس عن الجمهوريين الضغط على الحكومة يعني هذا ضغط المعارضة هو أدى إلى هذا التصعيد لكن أنا أجيك يا بتفسير آخر الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع ومشروع كامل في المنطقة وهذا مشروع يأتي على الشرق الأوسط الجديد وغيرها لو رأينا قبل 6 أشهر ما حدث من استبدال قوات وكنا قعدنا في عدة قنوات وجايين قوات أمريكية هذا الأمر صار في كثير والدولة وسائل الإعلام هذه مصدر القوات اللي تغيرت في سوريا من قوات حرس وطني وإحنا هذا الحرس الوطني هذا بالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر شون إحنا الشرطة الاتحادية أو كذا يعني حرس داخل يحمي الولايات هذا كان هو مهمته في سوريا واستبداله بقوات هجومية مقاتلة كاملة كان إلى أثر ثانوي على ما يمكن يحدث في هذه الفترة لو رأينا من ناحية عسكرية ما حدث من الرد الأول للهجوم الأمريكي كان هو عبارة عن هجمات على شرق دير الزور وغرب دير الزور باتجاه القائم وعكاشات هذه مسافة تقريبا 150 كيلومتر هذه تعتبر الإدارة الأمريكية مركز الثقل للنفوذ الإيراني إذا أخذنا بعد أكثر إيش نستنتج من هذا الوضع نستنتج بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت
أن في هذه الضربة أن تعيق وأن تحدد من القدرات القتالية الخاصة بالفصائل وأذرع إيران في هذه المنطقة. وهذا يأخذنا إلى استنتاج آخر بأن السيناريو الذي تبحث عليه الولايات المتحدة الأمريكية بخلق منطقة عازلة على الشريط الحدودي العراقي السوري من أجل وقف الإمدادات والدعم اللوجستي من إيران إلى العراق إلى سوريا، يعني إلى تخطط لمنطقة فاصل. نعم، هي وتستثمر هذا اللي يحدث، تستثمر من أجل هذا الأمر. الإيرانيين أعطوا فرصة للأمريكان بأن يغيروا لعبة المعادلة في والتوازنات في المنطقة. لو رأينا أيضا استراتيجيا كانت دول خليجية تستهدف، الآن توقف الاستهداف عن دول خليجية وانحصرت العمليات في العراق وسوريا واليمن. وهذا إلى دلالات أخرى بأنه الأمريكان أرادوا أن يحصروا ساحة العمليات، وهذا على أرض الواقع اللي قاعد يحدث. أيضا لو أرجع لك أول ما صرحت أنا تصريح بعد الأمريكان وبيانهم بالرد الأمريكي، قلت سيكون الرد الأمريكي نوعين، نوع يتبناه الخزانة الأمريكية ونوع يتبناه البنتاغون. الخزانة الأمريكية قلت ستفرض عقوبات اقتصادية، هذه بعد ساعات عن بيان الأمريكي نزلت في تصريح الوكالات خاصة، يمكن منصة جريدة أو غيرها، قلت أنه العقوبات ستكون أيضا الاقتصادية متعاقبة، ما حدث أيضا عقوبات على مصرف الهدى وأيضا شخصية حامد الموسوي وأيضا تلتها أيضا إلى 7-8 مصارف من تعاملها بالدولار. وأنا أتوقع من خلال هذه المؤشرات وما يدور في واشنطن بأن ستفرض عقوبات رسمية بشكل مختصر ستثبت الأمريكان يسعون حاليا إلى فرض عقوبات على مؤسسة أمنية عراقية، ومنها ستكون قد تكون هيئة الحشد الشعبي. هذا اللي يريدون يوصلوا له. يعني واشنطن تخطط لفرض عقوبات على مؤسسة الحشد الشعبي. اي نعم، ممكن في حال انه استمر التصعيد في هذا الامر، وهذا راح يجر الحكومة العراقية ويجرنا الى عقوبات لا يحمد عقباها، وايضا باستهدافها لقطاعات ومكاتب ومقرات لهيئة حشد الشعبي بالعملية الرد الأولى أيضا تثبت بأن الأمريكان وتحديدا متوجهين حاليا، ونقدر نسميه نحن الأمريكان في حالة حرب مع هيئة الحشد الشعبي. الآن في حالة حرب مع هيئة الحشد الشعبي واشنطن. نعم، هو مشكلته مع الفصائل، هذه إحنا مشكلة الداخل العراقي وهذه مشكلة القرار السياسي. يعني القرار السياسي ما قاعد يعطينا في الصورة واضحة، وأيضا الأطراف السياسية ما قاعد تعطي قرار واضح، وهذا اللي قاعد يدخل به إلى نفق مجهول بالتالي. يعني ما أعرف هم علي من دي قشمرون النمار السياسيين اللي موجودين، أنتوا لازم تكونون على قدر المسؤولية إن كان رئيس وزراء وأيضا إن كان مجلس النواب، يعني لازم يحيدون صراع. وليش انتظروا ستة أيام هذه السبعة قاعدين وصافنين ينتظرون يضربون الأمريكان؟ جيد أستاذ، رح نناقش مع حضرتك أستاذ سيف، لكن خليني أرجع للحديث مع الأستاذ نبيل. كان يتحدث الأستاذ مهدي أنه الأمر هو فقط يتعلق في إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف الدولي في العراق. دبلوماسيا الأمور مستمرة، ناحية التعاون والتنسيق ستكون حاضرة، وبالتالي أي نعم هناك مخاوف اقتصادية مخاوف أمنية، لكن هو أمر يرتبط فقط في إنهاء الوجود العسكري. يا هي فرصة أهم نقدر نجاوب على الموضوع، نناقش شوية أستاذ مهدي على الموضوع. طبعا يعني هي مو بالمزاج العراقي، والله أنا أضربك وإذاك تطلع بقرار دبلوماسي غير دبلوماسي باتفاق مع الحكومة تطلع قواتك وتنتظر من الأمريكان دون يعني دون وجود ردود أفعال مقابلة. يعني كانت الرسالة اللي استلمها وزير الخارجية واضحة، يعني بعض التسريبات تحكي عنها من ضمنها أنه رفع الحماية المالية. يعني يقول أنا أرفع الحماية المالية عن الأموال العراقية. شنو رفع الحماية المالية؟ أكو قرار ما بعد 2003 خاص بالإدارة الرئيس بوش، نعم، يتحدث عن حماية الأموال العراقية من شكو دعاوي دولية أو من دائنين دوليين،
وتنظمت الديون، مجموعة من الديون تنظمت عبر نادي باريس، ودفع العراق ما دفع آخر دفعهن قبل سنة، وبعض الديون الأخرى تقدر بحدود ممكن 50 مليار دولار، أقل أكثر ديون صغيرة وغيرها من الديون، هذه كلها ما انضمت لنادي باريس، وهذه ممكن تخضع الأموال العراقية يعني للحجز إلى رفع الدعاوى وغيرها من القضايا. فحماية الحماية اليوم الحالية للأموال العراقية هي منه حاميتها، حاميتها بقرار من إدارة بوش سابق، وما زالت محمية بحسابات في الفدرالي الأمريكي. هاي الأموال العراقية المتآتية من بيع النفط. هذا واحد. بمعنى آخر إحنا نريد نربط هذا الموضوع، إنه أنت إهانة الأمريكان وطردهم هي ما راح تجي والله أنا أريد أطردك، لكن خلينا نحافظ على علاقات دبلوماسية. هذا الحوار هذا هو توجه الحكومة الحالية. إنه يعرف إنه حاول يوصل وياهم، يقول لك أنا حنظم وياه حوار، أنا جزء من فكرتي في برنامج الحكومي إنه أنا نحدد الوجود الأمريكي ونحاول ننهي وجوده، لكن التطورات الحاصلة ورغبة بعض القوى السياسية، الرغبة اليمينية المتشددة تجاه القوات الأمريكية وتجاه وجودها، مو بمزاجهم راح تبقى الأمريكان يروحون يشيلون جنودهم ويبقون بقية العلاقات يعني قائمة، علاقات مالية وعلاقات دبلوماسية ومساعدة مالية واقتصادية وغيرها من القضايا. يقول لك أنا أكو استراتيجية معينة باتجاه الولايات المتحدة مع العراق، أنت من تحاول تطلعني بطريقة معينة أكون بها محرج أمام الرأي العام الأمريكي وأمام المجتمع الدولي، أنا بالتالي أنا ما راح أعتبرك أنت كدولة صديقة لو دولة حليفة أو دولة ممكن أخليك في خانة من خانات تدرج بالعدوان في الدولة المعادية، يعني في الدولة المعادية للولايات المتحدة. فبالتالي ممارسة بعض الضغوط، تحذيرات، وممكن بعض المعاملات ومن عدها المعاملات المالية ممكن تشير لنا أنه طبيعة العلاقة. هو بعيدا عن التحولات الأمنية في المنطقة، التحولات الاقتصادية في المنطقة هل تسمح بإنهاء أو مغادرة القوات الأمريكية للأراضي العراقية؟ أنا أعتقد الوجود الأمريكي العسكري الأمني، ولو إحنا يعني ما نريد ندخل في اختصاصات ممكن يكون بعيد، أستاذ سيف ممكن هو موجود يحضر، يعني هو مو وجود استراتيجي عميق. 2500 جندي في العراق بقاعدتين رئيسيات مثلا. لا أنا أقصد بعيدا عن التحولات الأمنية والوضع الأمني في المنطقة، تحولات اقتصادية أيضا حاضرة في المنطقة، وبالتالي هذه التحولات هل تعطي دافعا معنويا لواشنطن لمغادرة الأراضي العراقية لو على العكس؟ يعني قد يكون يعني الوجود أو النفوذ الأمريكي في العراق أكثر أهمية من النفوذ الأمني، باعتبار العراق على الأقل يعني يمتلك يعني سلعة استراتيجية يعني اللي هي النفط، يعني فممارسة علاقات مع العراق واسعة متوازنة تحافظ بها الولايات المتحدة على استمرار تدفق النفط ومثل ما تقول حفاظ على أسعار عالمية كجزء يعني كمصدر مهم في العالم، هذا أنا أعتقد هو واحدة من أهم الاستراتيجيات على الأقل خلال يعني السنوات الماضية وممكن لعشر سنوات قادمة، لكن مو هو هذا هدف وحيد، يعني بالتأكيد مو هدف وحيد، ولا الوجود الأمني الأمريكي الأمني هو مرتبط بهذا القضايا، قد يكون الوجود في قاعدتين مرتبط بقضايا أخرى وإسناد لي يعني لي مثل ما نقول أهداف استراتيجية أخرى بالمنطقة ما يخص جزء العراق تحديدا، يعني هو رغم أنه وجوده هو متعلق يعني مبدئيا في قضية مكافحة الإرهاب، وهذا مكافحة الإرهاب ما منحصر في العراق فقط، يعني أكو وجود في دول الخليج، أكو وجود في الأردن، أكو وجود في وجود قوي في تركيا في هاي القاعدة القريبة على الحدود أنجرلك أو هيك اسمها، وأيضا في سوريا وغيرها من القضايا. فالوجود العسكري أنا أعتقد هو مو بالدرجة الرئيسية. أستاذ مهدي، الأمر ليس بهذه الطريقة، أنه متى ما تكون الرغبة العراقية حاضرة في مغادرة القوات الأجنبية والأمريكية على وجه الخصوص تغادر هذه القوات، هذا واحد. اثنين، يتحدث الأستاذ سيف قبل قليل أن واشنطن الآن في حالة حرب مع الحشد الشعبي. لا احنا ما نتحدث عن رغبة، بالتالي الأمر يعني مو أحادي الجانب، لا نتحدث عن اتفاقيات أحادية الجانب. القوات التحالف الدولي جاءت بطلب من الحكومة العراقية إبان حربنا مع داعش، زين، فممكن أن تغادر بطلب من الحكومة العراقية. شو لازقين بينا لزق، يعني إذا مريتهم مثلا يبقون يعني هيك، يعني إذا قلنا لهم إذا الحكومة اتخذت قرارا
بمغادرة قوات تعالف الدولة قلنا الله ومحمد عليكم روحوا بعد ما نريدكم تفت الحاجة يقول لا والله احنا معاندين ونبقى يعني لا مو يعني الأمر مو حاد الجانب لابد أن أن يصل الطرفين إلى اتفاق وهذا الاتفاق يكون مرضي لكل الطرفين وحتى موضوع الحديث عن انسحاب قوات التحالف الدولي يعني الأمر لا تتوقع هم راح يلمون شوالاتهم ليلة وليلة الثانية ويقول يلا احنا طلعنا نتحدثون عن جدولة تصل لأربعة سنوات لخروج هذه قوات التحالف بالتالي عدها قواعد عدها وجود عدها خطط عدها آليات عدها استراتيجية راسمتها في المنطقة فحين يعني ما تكون خارجة لابد أن تكون هناك استراتيجية جديدة تعوض هذا وجودها داخل هذه المنطقة الحدودية اللي هي بيها وأنا قلت لك بالبداية قلت لك مهمة التحالف الدولي هي مهمة أكبر من محاربة الإرهاب في العراق هم جايين لمصلحة إقليمية مصلحة استراتيجية أكبر من الإرهاب فبالتالي الموضوع قطعا ما راح يكون أحد الجانب ظروف الانسحاب ما يحددها العراق لا بس إذا كانت لدى العراق الرغبة والجدية والإصرار على خروج قوات التحالف الدولي أنا أعتقد هذا الأمر يتحقق وأنا حكيت لك عن ثلاثة ركائز الرغبة حكيت لك عن ثلاثة الرغبة والإصرار والجدية ذني ثلاث ركائز إذا كان لدى العراق هم ممكن أن يتحقق لكن أكو رغبة زين وأكو إصرار بعض الشيء بس جدية ماكو زين لا عند الأطراف وعند القوى السياسية هذه في موضوعة الخروج موضوع الثاني كان الأمني الحشد واشنطن الآن في حالة حرب مع الحشد بالسواسيف هذا مؤسف ويجب على الحكومة العراقية أن توضح للأمريكان هذه الجزئية في بعد سقوط المحافظات العراقية بيد داعش ومجيء فتوى الجهاد الكفائي وعد ما هب الأبطال الحشديين للتطوع واستجابة لنداء المرجعية الدينية كان لابد أن يكون هناك وعاء وحاضنة لهؤلاء كان لابد أن يكون هناك أناس مدربين عندهم قدرة إمكانية للقيادة يسيرون أعمال هؤلاء الشباب المتطوعين وإلا إذا يبقى الأمر على الحكومة والقوات الأمنية فهي كانت منهارة ما تستطيع أن تستوعب زخما وحشدا جديدا من الناس فإجت الفصائل اللي كان عندها سابق عمليات ضد الأمريكان وعمليات ضد صدام وكذا كانت وعاء لاحتواء هؤلاء الشباب تنظيمهم ترتيبهم تسليحهم إلى آخره بعدين عد ما صار عندنا قانون اسمه قانون هيئة الحشد الشعبي هذه الفصائل انفكت زين والحشد أخذ وضعه وأخذ أموره وأخذ إطاره فكون الأمريكان يفهمون جيدا إن الحشد زين وحد آخر والحكومة كذلك أن توصل هذا الأمر يعني إحنا ما نتحدث عن أي حكومة نتحدث عن هذه الحكومة التي لديها مشكلة في السلك الدبلوماسي اللي ذكرتها حضرتك قبل قليل أنا أقول لك هو ممكن هذه واحدة من الأشياء المؤسفة أنا أقول حتى الفاعل السياسي العراقي خلي يقول للأمريكان ترى الحشد جهاز رسمي يخضع للقاعدة القوات المسلحة باكر من يجي مثلا بايدن يجي يزور العراق فرضا راح يجد ان في الاستعراض القوى اللي تستقبل الرئيس الضيف علم الحشد موجود ضمن القوات العراقيه وافراد المقاتلين افراد الحشد موجودين ضمن القوات العراقيه اللي تستقبل الرؤساء الضيوف فكون يفصلون بين هذا يتحدثون لي عن عقوبات حول يعني امكانيه ممكن واشنطن ان تدرج الحشد على لائحه عقوبات هذا أمر مخزي إذا حدث فعلا لأن هذا اعتداء بعد اعتداء أكثر على السيادة إحنا ما نتحدث عن تجربة حرس ثوري أو قوات بسيط أنت لديك عمليات قصف الأمر مخزي أنت تقول أستاذ مهدي لكن لدينا عمليات قصف مستمرة تطال مقار الحشد إيوه إحنا هذا يعني هو هذا المؤسف أكثر عزيزي علي إحنا نقول يجب أن يتركز الموضوع بالتالي هو الذي يقصف من السهل أن يصدر عقوبات يعني الآن واشنطن يعني تعطي لنفسها مبررات وذرائع غير منطقية ويقول نحن نقصف مستشارين إيرانيين ونقصف أفراد متورطين باستهداف البحثات الدبلوماسية وهذا غير حقيقي وأنا أتأسف أن الآخرين من إخواننا وأصدقائنا أن يصدقون كل ما تقوله واشنطن واشنطن كذبت على لسان الحكومة العراقية وقالت الحكومة العراقية عندها علم والحكومة العراقية ما تدري ولو كانت تدري الحكومة العراقية لأمرت بإخلاء هذه المقرات وما ضحت بدماء هؤلاء الشباب فإحنا لا كل شيء تقوله واشنطن راخذ رأس كنا ندري إحنا كنا ندري زين ونصدقه والله أنا ما أدري
استراتيجيا كنا احنا ندري تحليلا ندري يعني ستنفذ ضربات ردا على استهداف الأردن، لكن كان المفروض السياسة كحكومة تتخذ هذا الإجراءات. تتخذ احنا كم قاطع عندنا الحشد الفرغة يعني هاي عندنا مناطق تسقط بالداخل. هي مو اقول لك انه تتجه بس انه على القيادات، لا هي القيادات من الخط الاول والقيادات الوسطى ما موجودة طلعت هم اللي وقعوا منه وقعوا البطبابة اللي بحماية على المخرات. لكن خليني بالدقائق الأخيرة، هل نحن أمام بداية العد التنازلي لمرحلة الانهيار والتدهور أم مرحلة الاستقرار؟ لا هو ما هو لا انهيار ولا استقرار، احنا راح نبقى معلقين على هذا الخط أملوا الحين مثل ما يقول لاحظت برجلها ولا أخذت السيد علي، يعني إحنا الوضعنا ما راح لا نصل لمرحلة الاكتفاء والراحة والرخاء والسيادة المطلقة زين، ولا راح نصل لمرحلة الهاوية والحرب. إحنا إذا نحكي عن حرب نحكي عن سيناريو ما غير قائم في الوضع الحالي ولا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا ندخل بحرب إذا دخلت أمريكا حرب مع إيران، وهذا مستبعد في ظل الإدارة الحالية. لكن أنا أقول يجب على الأطراف السياسية العراقية أن تعي دورها بمسؤوليتها، وأنا أتحدث عن زعامات زين سياسية عراقية لعله البعض أثق في رجاحة عقلها، أن تجنبنا مخرجات الصراع اللي ممكن يكون في المنطقة. إحنا أن نتجنب الصراع هذا شيء غير ممكن، لأن العراق في وسط الصراع، نخرج بأقل الخسارة. لكن إحنا نخرج بأقل الخسارة ونحافظ على دماء ولد. أستاذ سيف خلينا أسألك عن شكل السيناريو المتوقع في الداخل العراقي من الناحية الأمنية والسياسية كلما اقتربنا من العد التنازلي للانتخابات الأمريكية، شنو شكل السيناريو المتوقع؟ والله هو شوف، احنا قبل ان نوصل للانتخابات يعني هو احنا في تصاعد مع الانتخابات، يعني تأثيرات الساحة الأمريكية وانتخاباتها والقرارات قاعد ايضا تنشوف على ارض الواقع انه قاعد يصير بالعراق. لكن احكي لي، هل الحكومة العراقية حاليا عندها سياسة كاملة وعندها استراتيجية مثل ما قال الأستاذ مهدي لإدارة الموقف أو لإدارة الأزمات؟ ما عندها أي خطة واضحة لأي إدارة أي أزمة، ولا لو أكو خطة واضحة، وأنا لهذا اللي قاطعت بيه أستاذ مهدي أنه كان على أقل لا حيدت أنه ما يصير هجوم. إحنا عندنا اتفاق طار استراتيجي، يقدر رئيس الوزراء يستدعي القائم بالأعمال الأمريكية خلال هاي الست أيام. وين كنتوا؟ قاعدين تنتظرون أمريكا تجي تقصف؟ هذا ضعوف، ضعف بالأداء السوداني وضعف بالإدارة كلها، بقولكم الحكومة كلها. وأنتوا لما كنتوا تنتظرون؟ يحل أحد ما تروح هاي الدماء؟ يلا نتحرك. وطلعوا وصيحة وقالوا إحنا ونحن نطلع ونحن نطلع، والمشكلة يدعون بالقنوات على مجلس النواب شو الحكومة، وهم بالحكومة وهم عندهم الأغلبية وهم بيدهم القرار وهم كل شيء بيدهم، ماكو هيك تناقض. أنا خليني بالدقيقة الأخيرة مع الأستاذ نبيل، شنو شكل السيناريو المتوقع هسا على الأقل اقتصاديا أيضا؟ ما عنده بس العقوبات، اي لان احنا عندنا مشكله بموضوع لا لا طبعا يعني هي الاقتصاديه مرتبطه بالاحداث العامه. اي هسه احنا منو قال مو يعني اذا الامريكان تعلق على الاستاذ مهدي يقول الامريكان والايرانيين ما لهم رغبه هسه بالحرب مثل ما يعلنون، لكن منو قال مو اكو اطراف اقليميه هي ممكن تساهم باغراق المنطقه؟ يعني مثلا اسرائيل تورط امريكا، اسرائيل مثلا ضربت ايران هسه ضربت المفاعلات قلبت الى حرب ممكن تكون واسعه. احنا شنو اللي ممكن حيكون؟ يعني احنا اليوم هذا الملف هو جزء من الصراع، ملفنا الاقتصادي جزء من الصراع، جزء من الصراع الامني والسياسي القائم. فيعني الاستقرار للوضع هو مرتبط بهذه القضايا، ما ممكن احنا نقول هذا واحد والامور ماشيه، لان الوضع الامني راح يستمر، ما له علاقه مهما كانت تاثيراته ومخرجاته، مرتبط بهذه القضايا. وما طول قرارنا خارجي المهيمن خلنا نختم لك اياها بعد بها توتر، بعد بها شو وقت توقف شو وقت انتهي، بس بعد بها اكو ناس خصوصا بالعراق بعد عندهم رغبه بزياده توتر، يعني اذا علقت يطولنا فليشاتنا لو لا لا كل شيء. شكرا جزيلا استاذنا نبيل جبار علي والاستاذ سيف رعد والاستاذ مهدي خزعل، شكرا جزيلا، ودائما اشكركم ساده المشاهدين على المتابعه، الى اللقاء.